زي بنستخدم الجراسيليس ماسلز، عضلة اسمها الجراسيليس، عضلة اسمها السرتوريس، عضلة مهمة جدا اشتغلنا عليها كتير قوي اسمها فاشيالاتا ماسلز. بنستخدم العضلات دي في ان احنا نبتدي نعمل عضلة اللي هي بيوبوريكتاليس، انا مش قادر اقول لك ايه اسمها بالعربي، لكن هي بيوبوريكتاليس، هي بنزرع العضلات دي مكان العضلة المسؤولة عن القفل، القفل عشان تتحكم. احنا عايزين حتى اسم العملية منهم واحدة اسمها بيوبوريكتو بلاستي. بيوبو اللي هي اسم العضلة، ريكتو المستقيم، بلاستي ان هو استبدال عضلة تالفة بعضلة اخرى تحل محلها، فالاستبدال ده عندنا كذا عضلة مستخدمة من الرجلين. عضلة السرتوريس اللي هي الخياط اعتقد اسمها، والجراسيليس، وعضلة الفاشيالاتا. والثلاثة دول لما تشيلهم لا يؤثروا على الجسم نهائي.